السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من جدل العراقي. جدل العراقي سيناقش اليوم النار على أسوار الخضراء. النار على أسوار الخضراء هو ما سنناقشه هذا اليوم مع ضيوفنا، كل من المحلل السياسي رمضان البدران والكاتب والصحفي الدكتور حميد الكفائي سينضم معنا لاحقا. مع السيد البدران نبدأ. أولا مساء الخير، هل أن النار فقط على أسوار الخضراء اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد يعني على أسوار الخضراء هو القبس، وهذه النار إذا تركت ولا يتم احتوائها ومحاصرتها هذه النار قد تسري إلى كل العراق. طيب. وبالتالي العراق يمر اليوم بمرحلة حساسة، مرحلة تمثل نتاج تخبط الوضع السياسي والحكومي العراقي عبر سنوات، والآن وصلت الأمور إلى مؤشر خطير. التبادل النيران والتبادل الهجمات لنقول على أسوار الخضراء بين القوات الأمنية والمعتصمين أو المهاجمين هو مؤشر خطير على أن الدولة لم تفقد هيبتها فقط، بل أن كيانها بأكمله أصبح مهدد، وأن هذا الكيان إذا ما تم لنقل يعني الهجوم عليه أو نسفه هذه الدولة ستنهار. بالأساس هي دولة متهالكة التنظيم، لذلك اليوم الجميع يجب أن يقف أمام هذا المشهد وقفة مسؤولة، بدءا من الجماعات التي تتبنى هذا الحراك والتي ستدفع ثمن كبير إذا ما اختارت لنفسها التوغل فيه والاصطدام مع كل هذا الواقع الرافض لمثل هذا الحراك، وكذلك الأطر الأخرى التي تحيط بها، سواء من الأطر السياسية التي تحركها إلى الأطر التي تتآلف مع هذه الأطر السياسية إلى المنظومة الشيعية بأكملها والتي يسجل عليها هذا الانتماء إلى الوضع العراقي بأكمله. فنحن أمام مفترق مهم جدا قد ينقل العراق إلى ساحة من الصراع المفتوح لا نعلم نهايتها لا سامح الله. نعم، من الملام سيد البدران؟ من يتحمل المسؤولية عن أحداث أمس قرب الخضراء؟ أحداث أمس هي حلقة مكملة لنمط من التفكير والرؤية يعني تطور عبر هذه العملية السياسية. هذا التطور نشأ يعني قبيل حتى دخول داعش، هناك عدد من القوى المسلحة والميليشيات منحت لنفسها الشرعية في ممارسة أنشطتها في داخل العراق، ثم جاءت دخول داعش يوفر لها الغطاء القانوني والشرعي والاجتماعي لكي تتمدد وتتوسع وتتوغل وتسجل لنفسها حضورا وعنوانا شرعيا لنقل، واجتماعي وإعلامي وسياسي ثم قانوني من خلال انضواء تلك الجماعات تحت هيئة الحشد الشعبي واحتمائها بقانون هيئة الحشد. المشكلة لدينا صريحة ليس مع الحشد وليس مع المقاتلين الغيارة الذين هبوا للدفاع عن العراق، ولا زال الكثير منهم يمسك بالسواتر دفاعا على استقرار وأمن العراق. مشكلتنا في تلك العناوين التي تطفلت على هذا العنوان وتحولت إلى مافيات تنسف الدولة وتتطفل على الدولة وتمسك بهذا العنوان وتتمترس بالقانون لتتحول إلى متطفل على هذا الكيان. هذه الجماعات تجد أن الانتخابات ونتائج الانتخابات وما أفردته تمثل تهديد على مصالحها وتمثل تهديد على مكتسباتها، وبالتالي لا تريد لهذه النتائج أن تسري إلى الأمام وتحاول بأي طريقة أن تنسف هذه النتائج لتعود بالبلد
إلى ما كان عليه وتكون لها سطوتها ويكون لها هيمنتها على الدولة وعلى الحكومة وعلى الوطن العراقي المالي والاقتصادي والسياسي معا. نعم، إذا قلبنا تاريخ العراق ما بعد 2003، لماذا غالبا يقابل التظاهر بالعنف من قبل يعني الجهات الحكومية بصراحة؟ وهنا لا أتكلم وأحصر الموضوع بحادثة الخضراء أمس، قد يكون من باب ردة الفعل، قد يكون دفاعا عن النفس. رأينا متظاهرين يهاجمون القوات الأمنية يعني بالحجارة، لكن التظاهر بصورة عامة، الاحتجاج بصورة عامة، لماذا يقابل في العراق غالبا بالعنف وبالقوة؟ وهنا أنا أستذكر كل مظاهر الاعتصام، الاحتجاج، الوقوف ضد قرارات معينة في العراق. هذا الحق الدستوري متى يفهمه المتظاهر من جهة، ومتى تفهمه الحكومات من جهة أخرى؟ نعم، أولا الخلل في الطرفين. في جانب الحكومة، الحكومات التي بين أيدينا هي ليست حكومات متمخضة عن سياق دستوري سليم ينم عن إرادة الأمة وإرادة الشعب، وإنما هي حكومات نتاج توافق عدد من الشخصيات وعدد من الزعامات التي تنتج هذه الحكومة. وبالتالي الحكومات منذ 2003 حتى اليوم هي حكومات نتاج المزاج السياسي والشخصيات السياسية المحدودة، وليست نتاج إرادة الشارع أو ما يحتاجه الشارع أو معبر عن حاجة الشارع. هذا أولا. أنت هنا سيد البدران تنسف العملية الديمقراطية الانتخابات بالكامل، كأنك تشير إلى ذلك. العملية لم تحصل أي عملية ديمقراطية في العراق حتى الآن. مقومات العملية الديمقراطية تكتمل من خلال اكتمال أجهزة المنظومة الديمقراطية والتي وصفها الدستور بالمؤسسات الدستورية. نعم. المؤسسات الدستورية التي تتكون منها المنظومة الديمقراطية هي تتمخض في البرلمان، والبرلمان فيه شقين، 90% من ثقل البرلمان في مجلس الاتحاد وهو لم يشكل، ورؤساء الكتل والأحزاب خاطفين لهذه المهمة، و10% من مهمة البرلمان لدى النواب، وهذه 10% لم تمثل حتى اليوم التوصيف الدستوري للنيابة. النائب عن 100,000 نسمة، ولا يوجد لدينا أي نائب يعرف 100,000 نسمة ليتابع شؤونهم، ولا توجد أي 100,000 نسمة تعرف نائبها لكي تطرق بابه وتعبر عن مشاعرها، ولذلك تجد الناس في الشوارع. إذن دعنا من العملية الديمقراطية، لا علاقة للعملية الديمقراطية لا في وصف الدستور ولا على الأمر الواقع في العراق. لدينا سياق أو لدينا عرف سياسي توافق عليه بعض السياسيين وتمترسوا بالدستور وتطفلوا على الدستور واسموه عملية ديمقراطية، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه عملية ديمقراطية في العراق بلغة النصوص وبلغة الأرقام. تحت شعار لقد أسقطنا النظام الدكتاتوري في 2003 وعلينا أن نحكم الآن، هكذا الاختلاف. أن النظام الدكتاتوري كان يتمخض بشخص وحزب، اليوم يتصور بعدة أشخاص وأحزاب. أما الديمقراطية وحكم الشعب أمر لا زال لم يقم حتى الآن، وهذا ما يدعو الناس إلى التظاهر في الشوارع، وهذا ما ينقلني للحديث على أين الخلل في الشارع. الخلل في الشارع أن الشارع نفسه لا يدرك أنه يريد أن يمارس السلطة ولا يعي السياق الدستوري الذي يستطيع من خلاله ممارسة السلطة. الشارع يعتقد يخلط بين حرية التعبير عن الرأي وبين الممارسة الديمقراطية. حرية التعبير عن الرأي أن تخرج إلى الشارع لتعبر عن همومك في تظاهرات، في اعتصامات، في كل شيء، هذا تعبير عن الرأي، وهذا حرية التعبير عن الرأي وما تفكر به. أما أن تمارس التظاهر كعملية ديمقراطية، عليك أن تطالب بإقامة المؤسسات الدستورية التي تمثلك كشعب في مجلس الناحية وفي مجلس المحافظة وفي مجلس القضاء وفي البرلمان عموما. هذا ما لم يصل إليه المتظاهرين والشعب في المطالبة، وبالتالي الشعب من جهته يطالب بطريقة ارتجالية
غير منظمة؟ نعم، غير لأنه في الغالب ليس حزبيا سيد البدران، لأن لا نعم لأنه صحيح. ليس متحزبا، الفرق بينه نعم لا الموضوع ليس متحزبا، ولكن الشعب حرم من تدريبه على مفهوم الثقافة الديمقراطية. لا الإعلام كان بمستوى من الوعي لينقل للشارع كيفية ممارسة الديمقراطية للناس، والأحزاب وكل الموجودين هم قاموا في الحقيقة بزيادة التشويش على المواطن وزيادة الاستفزاز على المواطن، وبالتالي المواطن ضحية التجهيل أو التشويش. نعم. وإلا المواطن يريد أن يعبر عن حقوقه ويشعر أن لديه حقوق يريدها، ولكنه يجهل الآلية، وهذا يتحمله الإعلام بشكل رئيسي، ثم يلحقه عمليات التشويش الظالمة التي مارستها المنظومة السياسية على الشعب، حتى أدخلت الشعب في وضع من الاستفزاز لا يعي كيفية أن يعبر عن نفسه. مثل ما تأتي على شخص تأخذ كل حقوقه منه، فعندما يغضب هو يغضب لما أخذته من حقوق، ولكنه لا يعرف كيفية التعبير الصحيح لانتزاع هذه الحقوق. هذا هو ما يحصل بالضبط في المشهد في كلا الطرفين، الحكومي والشعبي في نفس الوقت، بطريقة موضوعية ومنهجية، لا بطريقة إعلامية وبطريقة خطابية كما يعني يحلو البعض توصيفها. نعم، والطريقة الموضوعية التي وصفت بها الأمور تأخذنا إلى نتيجة أننا الآن أمام فوضى على كل المستويات. هذا صحيح، وهذا يعني استحقاق طبيعي لمرحلة من الفوضى عمرها أكثر من تقارب الآن حوالي 18 سنة. هذا زمن كافي من التراكم للأخطاء والفوضى، كافي لأن يولد مثل هذا الاحتقان. هذا احتقان طبيعي ومتوقع، وإذا ما تم السير على ما هو ماضي فهذا الاحتقان سيؤدي إلى انفجار، وهذا استحقاق طبيعي. نعم، لأن التأجيل لا يأخذ ربما سوى إلى نسف كل ثوابت المنظومات القيمية، سواء الدينية سواء السياسية، ربما هذا دفع للثمن ولكن بطريقة أخرى. نعم، وهذا ما يحصل. لدينا تجربة يعني سابقة علينا أن نتعلم منها بعيدا عن الحساسيات في توصيفها، لأن التوصيف الموضوعي والدقيق هو أمانة. الوضع في بعد 2003 مرت مناطق السنة في مخاضات مشابهة، عندما تباينت الموقف لدى المجتمع السني من النظام الجديد بين متقبل، بين متحفظ وبين رافض، وتميز واختلف الرافضون في الكيفية، وبالتالي ظهر لدينا مزيج خليط في الواقع السني أنتج جماعات متطرفة. بدأ الواقع السني تجاهل خطورتها، ولكنها عبر الزمن تطورت لكي تهاجم الواقع السني أولا، وبالتالي وصلت الأمور إلى خطر لا يداهم العراق والنظام السياسي القائم والمرفوض، بل أن الأرضية التي تستند عليها في الواقع السني بدأت تدفع الثمن. لكن السنة انتبهوا إلى وصحوا في 2006، وبشكل مبكر حاولوا معالجة هذه الأمور ونجحوا إلى حد ما في إخماد هذا الأمر، ولكن أيضا إخماد هذا الأمر لم يتوفر شريك معهم كافي لإدامة هذا الموضوع. كانت سياسة المالكي سبب في انهيار ذلك المنجز، وبالتالي انتهت الأمور من جديد إلى إخفاق كبرى، انتهت بدخول داعش الذي كلف مناطق السنة والمسيحيين والكل، وحتى كلف الشيعة في ذات الوقت. إذا تجاهل هذه البؤر الصغيرة المتطرفة في وقت مبكر هو ما سينتج في النتيجة طبيعيا كل هذه الأزمات. الشيعة اليوم يمرون بجماعات متطرفة رافضة ومتمردة على النظام لا تختلف عن تلك الجماعات التي ظهرت في 2003 في مناطق السنة. إذا لم يتم الاتفاق والتوافق على كبح جماح هذه الجماعات بشكل حازم وصارم، العراق كله مهدد والشيعة هم أول المهددين. هذا درس إن لم يتعلمه الشيعة من تجربة السنة فهم مخطئون، وهم يؤجلون لأنفسهم أزمة كبرى ستنتهي بأن تحصل تدفعهم ثمن أكثر من أي جهة سواهم. نعم، هذه هي الواقع. نعم، أنا أريد أن أدخل في كنه التظاهرات، في المغزى من التظاهرات. سأستثمر أنك تستحضر التاريخ سيد البدران. يعني أريد الفروق ما بين
الاعتصامات في المناطق الغربية أو المناطق السنية بين مزدوجين وتشرين وما يحدث بالأمس القريب، تظاهرات الأمس، ما الفرق بين هذه الأشكال الثلاث؟ الأسباب مختلفة. تظاهرات المناطق السنية حصلت بعد أن قدمت المناطق السنية 27,000 شاب سلمتهم بأيديها إلى الدولة باعتبار أنهم يعني أناس يعني يراد عزلهم احترازيا لكي يخف التوتر في المناطق، سلموهم إلى الحكومة بأمان، ولكن الحكومة المالكة عصى بهم وجعلهم مختطفين بدلا أن يكون مؤتمن عليهم حتى أن يهدأ الوضع. وبالتالي ظهرت لدينا اعتصامات الخيام وما لحقها، فبالتالي هنا الخلل لم يكن في حسن النية لدى السنة، الخلل في الأداء الحكومي الذي حول هؤلاء الشباب إلى مختطفين دون محاكمتهم ودون الوقوف بشكل عادل على من يطلق ويعاد لعائلته ومن يسر. هذا الخطأ الكبير هو الذي جرى بعد ذلك إلى استدراج السنة إلى مثل ما انتهت إليه الأمور. هناك خطأ لدى الحكومة، هناك اعتصامات، لكن يقال أن هنالك من تاجر بالاعتصامات آنذاك وحاول أن يحصل على كراسي، على سلطة من خلال هذه الاعتصامات، ركب الموجة. وهذا الشق الثاني الذي أيضا له تأثيره على تلك المرحلة، وبالتالي المرحلة منها ما هي آثار داخلية من داخل الواقع السني نفسه، ومنها ما هو خارجي بسبب الأداء الحكومي الغير مسؤول والغير أبوي على الموضوع. فهناك شقين في الموضوع. في بالنسبة إلى تشرين، لا، تشرين تمثل تراهصات ومخاض فوضى كاملة انتهت إلى جيل يعاني من انسداد، جيل لا يرى أمل في المستقبل، جيل يائس، جيل يبحث عن أمل وفجوة في المستقبل. وبالتالي المطلب التشريني هو مطلب جيل، مطلب مستقبل، مطلب يمثل انسداد المرحلة وحجم الأزمة ويطالب بحل. هذا موضوع آخر مختلف عن ذلك. أما اعتصامات اليوم فهي شيء طور ثالث، هذه اعتصامات لمشروع سياسي، مشروع سلطة. هناك مشروع سلطة يريد أن يبقي نفسه ويفرض نفسه على السلطة بعيدا عن حتى متطلبات الحد الأدنى من الشكل الديمقراطي والانتخابي. هذه مجموعة أخرى تمثل حالة من التمرد أكثر من هي حالة من المطالبة بحقوق أو المطالبة في إصلاح أو المطالبة بشيء. فالحالتين الأولتين كان ينتابهما حالة من المطالبة بحقوق إن كانت عينية جزئية أو عامة، أما الحالة الثالثة فهي لا، هي حالة من التمرد الصريح على كل على واقع جمع التوافق عليه. الانتخابات بغض النظر عن حق ماذا تحقق، الانتخابات كعملية انتخابية من الصعب الطعن بدقتها أو سلامتها أو نزاهتها، من الصعب جدا. وكل ما الطعون قدمت وأخذت من نظر الاعتبار وانتهت إلى أن الانتخابات كانت سليمة بقدر كبير جدا لا يكفي إلى نسف مشروعيتها. هذه الجماعات تريد نسف مشروعية النظام الذي نظام بناء السلطات وفق العملية الانتخابية، وتريد أن تبقي نفسها الهيمنة والسلطة على الدولة كيفما اتفق بقوة السلاح وبقوة قيم منها المنة على العراق أنهم دافعوا عن العراق يوما، وهم ليسوا كذلك بل هم جزء، والمدافع الحقيقي هو من يجلس في السواتر وليس من يجلس في بغداد وفي قاعات ومراكز والأحزاب والمنظمات السياسية. وهذه الجماعات هي التي أساءت إلى الحشد بنقله وإدخال من خلال العراق من خلاله في صراع المحاور وفي الفساد الإداري وجيوش الفضائيين والهيمنة على الدولة وابتزاز الناس. هذه كلها جماعات معدودة يجب أن تردع بأسرع وقت ممكن، وإلا التمادي أمامها سوف لا ينتهي بخير، لا للناس البسطاء الذين يتبعونها، ولا إلى العنوان الذي جاء تحته الحشد، ولا إلى المنظومة الشيعية أو العراقية. نعم، وتبادل الأدوار يبدو أنه على قدم من وساق. بالأمس كانت هنالك تظاهرات لمكون معين ذكرته أنت وقلت أنه اعتصم مطالبا برفع الظلم عنه فهوجم من جهات، هي اليوم أيضا تؤيد شكل من أشكال التظاهر فيما بقيت تشرين ربما على الحياد.
لكنها أيضا هوجمت يعني إن لم نقل بطريقة أو بأخرى، ثم تحولت فيما بعد إلى رمز، صار الجميع يتكلم باسم تشرين ويقول إننا سنلجأ إلى التغيير ما قبل الانتخابات، هذا الكلام لأننا تلبية لمطالب التشرينيين. هذه التظاهرات التي نتكلم عنها اليوم على أسوار الخضراء إلى متى ستستمر وماذا تتوقع مستقبلا؟ هذه تظاهرات مشروع سياسي ومشروع سلطوي. إن حقق هذا المشروع مكتسبات في السلطة فهذه التظاهرات سوف تنتهي، وبالتالي نحن أمام تظاهرات تدعم مشروع سلطة ومشروع واضح المعالم وواضح الملامح. لا نعلم كيف ستسير الأمور، ولكن نقول إن هذه الجماعات هي نفسها التي تمردت بالأمس وداست حياض الخضراء وأهانت الدولة وأهانت السلطة ولاقت تسامح وتسويف وتمادي كبير بدءا من رئيس الوزراء إلى آخر منظوماتنا الإعلامية ومنظوماتنا الاجتماعية والدينية. هذا التسويف هو الذي دفع بهذه الجماعات إلى أن ترى نفسها بأكبر من حجمها، وترى أن الدولة كيان رخو قابل للاستفزاز وقابل للانتهاك وقابل للامتهان. هذا سوء الفهم سبب عدم وضع النقاط على الحروف، وأنا شهد هذا التسويف والهروب إلى الأمام والتمادي بالادعاء العقلانية. هناك أمور القائد العام يتحملها ولا وهو ليس بواعظ، وهو ليس يعني داعي خير، هو قائد وعليه أن يكون حازم في حماية حياض الدولة. أما أن يكون متسامح بقدر كبير ومتراخي ويهرب إلى الأمام، هذا هو الذي منح هذه الجماعات سوء فهم لنفسها ولتقديرها للواقع، وهو الذي دفعها إلى التمادي، وقد تصطدم وقد تخلق مشاكل كبيرة نتيجة هذا سوء الفهم الذي حصل بسبب الإداء غير الصحيح والحازم اتجاه هذه الجماعة. نعم، يقال أن هنالك جهات تدفع باتجاه التصعيد أكثر فأكثر من أجل الحصول على مكاسب سياسية، هل سنشهد تصعيدا أكثر؟ وإذا ما حصل ذلك هل سنشاهد سيناريو يشبه السيناريو الذي حدث في 2019 عندما وضع عبد المهدي في خانة معينة ونرى الكاظمي بدلا عنه في هذه الخانة؟ ولاحظ سيد البدران أن الزمن اختلف وأن المطالب اختلفت. الشعار بالأمس كان نريد وطن، ما هو الشعار اليوم؟ نحن أمام مفترق. أما أن نذهب إلى حكومات التوافق ونجعل من العراق كعكة الكل يأكل منها ويرضى ويتوازن، وهذا إرضاء للجماعات السياسية على حساب الدولة ولا حساب الواقع، فإن حصل هذا فهذه التظاهرات ستنتهي وسيتم التراضي وسوف تتشكل الحكومة وكل شيء يسير على ما يرام، ولكن هذا يبقي العراق على نفس الوضع من الفساد والفوضى، ويبقي الانسداد ويؤجل إلى اصطدام إلى الشارع، بمعنى إن ما ستحله اليوم في التوافق السياسي وتقويض هذا التوتر أنت تنقل التوتر وتؤجله للاصطدام مع الشارع بعد سنة أو سنتين. علينا أن نتذكر أن بغداد التي ساهمت بأكبر فاتورة في التغيير هي أكثر العازفين عن مائدة الانتخابات، وبغداد تقف متحققة من كل المشهد، وبغداد ستعود من جديد لتطرح كلمتها إذا ما جرى حكومة توافق مثل السابق. فنحن أمام خيارين، أما حكومة توافق تعدي هذه الأزمة وتهرب للأمام وستواجه لاحقا الشعب والمنتفضين وتعود تشرين كما كانت وأكثر، أو أن ملف الإصلاح الذي بدأ مع تشرين يسير إلى الأمام. لدينا هذين الخيارين، الشهادة لله وليس انحيازا، مقتضى الصدر
يدعو بقوة إلى مشروع تغيير، ولكنه يحتاج إلى تكاتف كردي وسني قبل أن يكون تكاتف شيعي، وأن هناك انشقاق شيعي محمود ومطلوب يحصل وطبعا له ثمن، ولكن هذا الانشقاق الذي يصب في مصلحة الوطن والمستقبل يحتاج إلى تعاون أكبر. إذا ما لعب السنة والكرد لعبة الحكمة ولعبة الوعظ والحرص على المكون الشيعي وإلى ما شابه ذلك، هم يدفعون إلى الاتجاه الخاطئ ويؤجلون إلى الصدام مع الناس. نحن أمام مفترق واقعي ومفترق جاد لم ينظر إليه الجميع بمسؤولية، ويحاول الجميع أن يهادن ويسوف ويعود إلى الماضي. نحن إذن لدينا حكومة ستصطدم مع الشعب مرة أخرى، والعراق في كل مرة يصطدم يضعف ويهتز، والكيان يهتز، والشعب تهتز ثقته بالحكومة، وهذا كله هو ضعف في مستقبل الدولة وكيانها وبقائها. نعم، نحتاج الهروب دائما، لكن الهروب من سيناريو قد يأخذنا كعراقيين جميعا إلى الهلاك، ولا نعرف، ربما الأخ الأكبر يجب أن يتصرف بمكوناته بحكمة أكثر. أنا أشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران، كنت معنا في الجزء الأول من هذه الحلقة. مشاهدينا فاصل ثم نعود. من جديد حياكم الله سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من جدل العراقي، النار على أسوار الخضراء، ومن وجهة نظر صحفية نأخذها من أستاذنا الدكتور حميد الكفائي هذه المرة. مرحبا بك سيدي الكريم. العنوان هو النار على أسوار الخضراء، وماذا بعد؟ نعم، ماذا تتوقع؟ ماذا بعد الخضراء؟ هل ستسير؟ أنا أعتقد أن هذه محاولة لاستعراض العضلات من قبل القوى المسلحة، هي تعتقد بأن هذا هو الموقف الأخير بالنسبة لها، وأنها الآن سوف تندحر في المستقبل إن لم تتمكن حاليا من أن تهزم القوى الأخرى الفائزة في الانتخابات. أعتقد أن هذا التصور خاطئ، وأن هذه القوى سوف تتراجع. لا يمكنها أن تهزم الشعب العراقي والمؤسسات العراقية والحكومة العراقية والمجتمع الدولي. صحيح أنها تمتلك السلاح، ولكن السلاح وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يقيم سلطة تحظى بثقة الناس. نحن عرفنا وشهدنا ماذا فعل السلاح خلال السنتين الماضيتين، قتل المئات من شبابنا وجرح الآلاف وخطف المئات، ولكن ما الذي حصل؟ لم تتراجع قوى الشعب العراقي، لم تتراجع القوى الديمقراطية، لم يتراجع المجتمع الدولي. إذن ما الهدف من كل هذه الضجة؟ أعتقد أنها قراءات خاطئة لهذه القوى، لقادة هذه القوى، وربما هناك نصائح لها من قوى أخرى، وهذه أعتقد أن عليها أن تقف موقفا وطنيا إن كانت تؤمن بالوطن وتؤمن بالدولة وتؤمن بالديمقراطية. نحن نعلم أنها لا تؤمن بالديمقراطية، لأن من يؤمن بالديمقراطية لا يمكن أن يحمل السلاح، ولكن أعتقد ليس في مصلحتها أن تواجه القوى السياسية العراقية الأخرى. هي الآن في مواجهة التيار الصدري، الفائز هو التيار الصدري، وهو قوة يحسب لها حساب. لذلك عليها أن لا تغامر، وأن تعرض موقعها وموقفها للضعف. أعتقد أنها سوف تضعف إن واصلت هذا النهج. الانتخابات ونتائجها واضحة ولا يمكن تغييرها، لم يحصل في السابق أن النتائج يمكن أن تتغير نتيجة للضغط، هذا غير صحيح ولا يجب أن يحصل.
الانتخابات، هذه النتائج يجب أن يقبل بها الجميع حتى وأن لم يقتنعوا بأنها تمثل النتائج الحقيقية، يجب أن يقبلوا بها، هذه هي الحقيقة، وينتظروا فرصتهم في المستقبل. إن كانوا لا يؤمنون بأن الشعب سوف يصوت لهم في المستقبل وأن عليهم أن يتمسكوا بسلاحهم الآن، فأعتقد أن لديهم مشكلة كبيرة، وأنا أعتقد أن لديهم مشكلة، ولكن عليهم أن يتكيفوا مع الأوضاع وأن يكونوا سياسيين بدلا من أن يبقوا يحملون السلاح ويحاولون أن يصلوا إلى السلطة ويبقوا في السلطة عن طريق السلاح وعن طريق الابتزاز والقتل والتخويف والإرهاب. هذا الأمر لم يعد ممكنا في هذا العصر، وعليها وعلى قادة هذه الجماعات أن يعيدوا حساباتهم. نعم دكتور، لكن أنت بهذا تريد أن تقول أن المطالبة بحكومة توافقية اعتبارا من إعلان نتائج الانتخابات الحالية لم يعد شرعيا؟ ليس صحيحا. نحن رأينا الحكومات التوافقية في السابق وأنها كانت حكومات فاشلة لم تقدم شيئا للشعب العراقي سوى التدهور وتفاقم الأمن وتفاقم الفساد. هذا ما ثار عليه الشعب العراقي في أكتوبر عام 2019، وهذا هو الذي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بستة أشهر، وهو الذي دعا إلى تغيير قانون الانتخابات. إذن إن جئنا بحكومة توافقية، ما الذي فعلناه؟ ما الذي يمكن أن نقوله للشعب العراقي؟ هل نقول لهم نعم أجرينا انتخابات وفاز بها من فاز، ولكن ستحصلون على الحكومة نفسها، على حكومة من الشاكلة السابقة مثل حكومة عادل عبد المهدي وحيدر العبادي والمالكي؟ هذه الحكومات مرفوضة، وهذه الحكومة أيضا ضعيفة، ضعيفة جدا، لا يمكن أن تستمر. نحن بحاجة إلى حكومة قوية تفرض القانون وتستخدم المؤسسات العراقية والمؤسسات الديمقراطية لصالح الشعب، وأن تقضي على الفساد وأن تلاحق المجرمين والقتلة والسراق. هذا هو المطلوب الآن. طيب دكتور الكفائي، يعني الجهات الخاسرة، نعم إذا سمحت لي، الجهات الخاسرة لماذا لا تقتنع بخسارتها وتذهب إلى المعارضة؟ ما الضير من ذلك؟ أعتقد لأنها تعتقد بأنها في انحدار، وأن الشعب العراقي قد غير رأيه بها، لذلك هي ترى أنه إن قبلت بالخسارة هذه المرة فإن الخسارة سوف تتفاقم وسوف تزداد وتنتعش القوى الديمقراطية الأخرى، قوى الشعب العراقي، قوى الإصلاح، وهذا ليس في مصلحتها. هي ترى أنها الآن يمكن أن تحصل على المزيد من المكاسب إن هددت بالسلاح وإن هددت بالقوة، ولكن هي خاطئة، هي تقف موقفا خاطئا، وهذا ليس جديدا عليها، فقد وقفت مواقف خاطئة في المستقبل، عفوا في الماضي، وهذه المواقف لم تأتي عليها إلا بالتراجع وبالهزائم. عليها أن تمارس السياسة. ممارسة السياسة يعني أنك تقبل بالخسارة مؤقتا، وأن تغير من سياساتك التي رفضها الشعب، وأن تحاول أن تبقى وأن تحظى بثقة الناس. لا يمكن أي قوة سياسية أن تبقى إن لم تحظى بثقة الناس. هذا هو الذي يحصل الآن في كل الدول، في كل الدول، خصوصا الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي مثل العراق. القوة غير ممكنة. القوة في إيران ممكنة، قمعوا الشعب وقتلوا الناس، ولكن ليس في العراق. الشعب العراقي مختلف. يعني هذه القوى التي تتمثل إيران وتحاول أن تقلد نقطة نظام، أنت تشير نقطة نظام دكتور حميد، كأنك تشير إلى شيء، ضربت المثل فقط بإيران، كأنك تشير إلى شيء، ماذا تقصد؟ أنا أقصد أنه هذه القوى تقلد النظام الإيراني، وهي قريبة من النظام الإيراني، وتحاول أن تفرض
نظاما قريبا أو مشابها للنظام الإيراني. النظام الإيراني مرفوض إيرانيا، فكيف يقبله العراقيون؟ العراقيون رفضوا التبعية وسوف يواصلون رفضهم ولن يهزموا. الشعب العراقي لن يهزم، هناك 40 مليون عراقي وطني، وهؤلاء لن يهزموا ولن يقبلوا بالتبعية لأي نظام آخر، خصوصا إذا كان نظاما غير ديمقراطي، نظاما يقمع شعبه، وهذا غير مقبول في العراق. وعلى هذه القوى أن تكون وطنية، أن تنقذ نفسها، أن تستعجل بأن تتخذ مواقف وطنية وتقبل بالخسارة. كل سبقتها قوى أخرى خسرت وانسحبت وقبلت بالنتائج الانتخابات، قبل المالكي بنتائج الانتخابات وقبل علاوي بنتائج الانتخابات وانسحبوا. أما هذه القوى تريد أن تبقى بالسلاح، فهذا غير ممكن. عليها أن لا تغامر بآخر مواقعها وأن تستخدم السلاح، لأن السلاح لن يهزم الشعب العراقي، وقد رأوا خلال السنتين الماضيتين أن الشعب لم يهزم ولن يهزم. نعم، الخاسرون اليوم هل تعتقد أنهم جبهة واحدة؟ يعني من ضمن الخاسرين أيضا لدينا مشروع سياسي كان يحمل عنوان تحالف قوى الدولة، فهل هم أيضا ضمن ركب الخاسرين، ضمن من يفكرون كما تعتقد أنهم سيحصلون على مكاسبهم بحكومة توافقية من خلال الضغط والقوة؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن قوى الدولة التي يعني ينضوي فيها حيدر العبادي وعمار الحكيم وآخرون، هذه قوى كانت تدعي أنها مدنية. من الغريب جدا أنها تصطف مع القوى المسلحة، هذا ليس في صالحها، وأعتقد أنها تدق المسمار في نعشها إن اصطفت مع القوى المسلحة، القوى المتهمة بالقتل والسرقة والتبعية. يجب عليها أن تبتعد عنها وتحاول أن تبقى عن طريق المعارضة، عن طريق طرح الأفكار الجديدة. ليست نهاية المطاف بالنسبة لها أن تخسر في انتخابات، هناك انتخابات أخرى، وستكون هناك فرص أخرى لمن يمتلك الأفكار ومن يستطيع أن يقرأ مزاج الشعب العراقي، وأن يأتي بسياسات جديدة وأن يأتي بأفكار جديدة. ليست نهاية المطاف لهذه القوى، يمكنها أن تفوز في المستقبل، ولكن أن تصطف مع القوى المسلحة وأن تحاول أن تبقى بالقوة فهذا غير صحيح، وليس صحيحا أن تشارك في الحكومة حتى لو طلب منها ذلك، لأنها غير فائزة، هي لا تمثل أحدا، لا تمثل الشارع، تمثيلها قليل. نعم لديها وجود، والنظام الانتخابي هذا ليس ملائما للعراق، لأنه يهمش القوى الأقل نفوذا في الشارع. هذا النظام الانتخابي الذي أقره البرلمان السابق ليس مناسبا للعراق، ولكن الآن أجريت الانتخابات ويجب أن نمضي بالنتائج، ويمكن أن يتغير النظام الانتخابي في المستقبل ويؤتى بنظام التمثيل النسبي، وأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة. طيب، كما حصل في الانتخابات الأولى. هذا النظام يعكس بالضبط حجم التأييد الذي تحصل عليه القوى داخل الشارع العراقي، هذا هو المطلوب، وليس نظام الدوائر المتعددة الذي يهمش الأضعف، حتى وإن كان له تأييد واسع فإنه يهمش لأنه أقل نفوذا وأقل تأييدا من القوى الأخرى. نعم دكتور الكفائي، ملامح الحكومة القادمة، وهل سيصر السيد مقتدى الصدر على الأغلبية الوطنية كما وصفها؟ وما معنى أغلبية وطنية؟ أعتقد الغالبية الوطنية تعني أنه غالبية من الوطن ككل، وليس غالبية شيعية. هناك من يريد للقوى السياسية أن تصطف طائفيا. السيد مقتدى الصدر لا يحتاج إلى هذا الاصطفاف الطائفي، لديه الآن كتلة كبيرة، ويمكنه أن يصطف وطنيا مع كتلة التقدم،
ومع القوى الكردية بإمكانه حينها أن يشكل الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، وأن هذه الكتلة يمكن أن تتفق على الرئاسات الثلاث، وهذا ما حصل سابقا، أنه تتفق هذه القوى خارج البرلمان ثم تأتي إلى البرلمان وتعلن عن الكتلة الأكثر عددا، وحينها ستكون هذه الكتلة تشكل الحكومة وتكون الكتلة الكبرى في البرلمان، أما القوى الأخرى فيجب أن تصطف وتكون في المعارضة، هذا هو المطلوب. نعم، تتوقع في القريب العاجل أن يعني يتم الإعلان عن هذه الحكومة ما دامت الأمور سارت بهذا الطريق، وأن السيد الصدر ربما بات يعاف يعني قضية الـ لا أسمعك، الصوت يتقطع. دكتور حميد، تعتقد أن الحكومة العراقية الجديدة ستنبثق قريبا، بما أن السيد الصدر ربما أغلق الباب بجملته الأخيرة بالكلام عن أغلبية وطنية؟ الصوت غير واضح يا صديقي. نعم، لم أسمعك جيدا، هناك تقطع في الصوت. نعم، هل تتوقع دكتور حميد تسمعني؟ نعم. هل تتوقع انبثاق حكومة عراقية جديدة بأغلبية وطنية قريبا، بما أن السيد الصدر ربما أغلق الباب باتجاه أي مفاوضات قريبة في المنظور عندما أعلن عن أغلبية وطنية؟ أنا أعتقد أن الأمر يتعلق أيضا بكتلة تقدم والكتل الكردستانية، للأسف بعض يعني هذه الكتل في السابق أصرت على أن يكون الموقف الشيعي موحدا، هذا أعتقد أن هذا الموقف يجب أن يتغير الآن، وعلى هذه القوى أن تتحالف خارج الأطر الطائفية والقومية. الوضع تغير في العراق، المزاج الشعبي تغير، الناس لا تقبل بعد بالطائفية، تريد الأكفاء أن يحكموا، لا تريد أن العراقيون لا يريدون تمييزا بين العراقيين. ما الفرق بين السني والشيعي؟ ما الفرق؟ الفرق هو أن هناك من يريد أن يحكم باسم الشيعة لأنه فاشل، وهناك من يريد أن يحكم باسم السنة وهو فاشل. هؤلاء يجب أن ينتهوا، الشعب العراقي صوت ضدهم وثار ضدهم في الحقيقة. لذلك على كتلة التقدم والكتلة الكردستانية إن توحدت أن تتفق مع الكتلة الفائزة الأخرى. نعم، الاصطفافات ما زالت على خطوط طائفية وقومية، ولكن بالإمكان تجاوز هذه الخطوط وهذه الحدود والإتيان بكتلة وطنية كبرى يمكن أن تقود الحكومة والبرلمان، ويمكن القوى الأخرى أن تصطف في المعارضة. نعم. وأن تعمل من أجل أن تكسب المزيد من التأييد في المستقبل، هذا ممكن. نعم، فكر المراجعة لا يعني فكر التراجع. أنا أشكرك جدا دكتور حميد الكفاية الكاتب والصحفي، ربما إن راجعت هذه القوى نفسها ستجد نفسها في المعارضة إن لم تشترك بحكومة توافقية. نتمنى أن تنطفئ النار على أسوار الخضراء، وأن تنطفئ النار في العراق بأسره، وننوه بأن حق الرد مكفول لكل السادة والذوات الذين ذكرت أسماءهم في هذه الحلقة، وإن تلميحا حتى نلقاكم من جديد. في أمان الله وحفظه.